حياكم الله. إذا أستاذ ياسر، أنت تحدثت أنه قريبا مدير أمن جديد بحجم العاصمة المؤقتة عدن، هكذا كتبت في صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي يعنيه ذلك؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني نتيجة ما يحدث في عدن من انفلات أمني ومن فشل في إدارة الملفات الأمنية في العاصمة عدن والانتهاكات المستمرة في حقوق الصحفيين، في حقوق القوى السياسية من أحزاب ومنظمات مجتمعية، أعتقد أنه أيضا هناك أجهزة أمنية خارج سيطرة الدولة. يعني للأسف الشديد أن إدارة الأمن في عدن لا تتلقى الأوامر من الحكومة الشرعية، وبالتالي أصبح تعيين مدير أمن للمحافظة يعني ضرورة ملحة، ورئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية يعني قد ستتخذ قرار قريبا بإقالة كل من يعني يرفض الانصياع للحكومة الشرعية. يعني هل بات تغيير مدير الأمن في عدن شلال الشائع بات أمره محسوما يعني؟ نعم، حسب المعلومات التي وصلت إلينا بأن هناك ترشيحات الآن يعني يتلقى أو يتدارك رئيس الجمهورية مع مجموعة من المستشارين لتعيين مدير أمن جديد ينصاع للقيادة الشرعية، لأنه ما يقوم به شلال الشائع هو تمرد على الشرعية، وهذا أمر ترفض يعني الشرعية، ومن حقها تغير مدير أمن جديد يمتثل للشرعية ويؤمن العاصمة المؤقتة عدن، وألا يتعامل بطريقة عنصرية وأن يتلقى الأوامر من السلطة الشرعية وليس من جهات أخرى. لكن يعني هناك من يتحدث على أن الشروط الموضوعية لإحداث هذا التغيير قد لا تكون موجودة، خاصة مع سيطرة كبيرة مثلا لدولة الإمارات وقوات أمنية أخرى على العاصمة المؤقتة عدن، هل يعني يمكن إحداث هذا التغيير بسلاسة؟ هناك تواصل كبير بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتنسيق المستمر في كافة الجوانب، وخاصة في الجانب الأمني الذي أصبح يقلق ويحرج الحكومة الشرعية كثيرا. كثير من الضيوف الذي يأتوا إلى العاصمة عدن لمقابلة الحكومة أو مقابلة رئيس الوزراء يتعرضوا للأذى من هذه الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تحميهم بدل أن تقوم بانتهاكات في حقهم. وأعتقد أن التحالف العربي سيتفهم يعني ضرورة أن يكون هناك مدير أمن يؤمن حتى الضيوف. يعني هناك الآن محاولات لاستئناف يعني مجلس البرلمان من عدن لفتح سفارات وقنصليات في العاصمة المؤقتة عدن لعودة الحكومة الشرعية عودة نهائية. هناك تعقيدات في الملف، ولكن الحكومة الشرعية تتدارس ذلك مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحل حالة هذا الملف الشائك. عزيزي، هناك دراسات ويعني للحكومة الشرعية ورئيس الوزراء تحدث قبل أسبوع أنه سيتم دمج كل الأجهزة المسلحة والقوات الأمنية التي لم يتم دمجها في وزارة الداخلية، سيتم دمجها في قوام وزارة الداخلية في قوة الجيش والأمن. غير مسموح بقاء السلاح خارج إطار سيطرة الدولة. الميليشيات لا مكان للميليشيات في العاصمة المؤقتة عدن. من أراد أن ينضم للقوات الأمن هناك آلية لضم ودمج، وهناك قرار جمهوري بضم قوات المقاومة الشعبية وقوات القوات التي تشكلت مؤخرا في ظروف استثنائية لابد من دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية، وتكون هناك غرفة عمليات موحدة من الحكومة الشرعية من وزارة الداخلية من رئاسة الجمهورية تدير الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي في عدن. وأنا أعتقد أن الفوضى التي حصلت بعد تحرير عدن نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت في عدن، والحكومة الشرعية اليوم تريد أن تضبط مسار الأجهزة الأمنية ويتم دمج جميع الوحدات الأمنية والعسكرية تحت يعني إطار واحد. Thank you.